وفي محافظة بابل تباشر مديرية بلدية الحلة بحملة رفع تجاوزات في المدينة وسط شعور بالغضب من قبل المتضررين الذين اتهموا البلدية بتطبيق القانون على البعض وغض النظر عن البعض الآخر. الحكومة المحلية في بابل بحملة الشهيد عبير سليم التي أطلقتها الحكومة العراقية لإزالة التجاوزات في عموم مناطق المحافظة دون استثناء، فيما دعت لجنة إزالة التجاوزات في بابل المواطنين إلى رفع التجاوزات عن الأملاك العامة، مؤكدة إن الحملة لن تتوقف إلا برفع التجاوزات بكل أشكالها. مديرية بلدية الحلة باشرت في اليوم الثاني من استشهاد المهندس عبير سليم الذي اقتيل غدرا في محافظة كربلاء أثناء تأديته الواجب في إزالة التجاوزات. السيد محافظ بابل أطلق الحملة وأمر بأن يتم إزالة كافة التجاوزات في ساحات وشوارع وأحياء مدينة الحلة، التجاوزات على الأرصفة. لن تستثني الحملة أي تجاوز مهما كانت صفة المتجاوز ومهما كان نوع التجاوز. وفيما تصر الحكومة المحلية على رفع التجاوزات، شدد المواطنون على أن لا يقتصر رفع التجاوزات عن الفقراء فقط، بل يجب أن يشمل الجميع، خاصة وأن هناك تجاوزات تعود لمتنفذين في الحكومة. سادي، بالنسبة للتجاوزات، تجاوزات انشملت بس على السقايف، ما انشملت على المسؤولين اللي متجاوزين على أملاك الدولة. يعني مثلا أبو كربلة هي اللي الله يرحمه مهندس عبير راح على شنو؟ على تجاوز 2500 متر، مستغلها واحد عنده راس كبير، مستغل القاع كلها بحيث مسوي بنايه ايش كبر ايش قدم، متجاوز على شارع بنص الشارع محطوطه، من هسه اللي فتح شارع عن الحر، هذا صحيح هذا تجاوز، من تروح الدوله توقعه تعتقله تسوي بيه حق، هذا بيه حق، بس مو تعال بترلي، باوع لي وجهي لكامرتك، باوع للسقايف، شوف شلون صارت شوله. يعني ما احنا حد المتضررين شارع 80 في التجاوزات، هذا محل عايشين عليه 10 عوائل، مو قاعد تشوفون قدام عينكم، لا تعيين لا رواتب لا شيء، ام العالم مضرره، وضعيه تعبانه، وجيب كل من احزاب وواسطات، وقاعد تشوف شوفت عينكم انتم. ازمه التجاوزات في بابل ستكون في اوجها، وربما ستخلق المزيد من المشاكل بين المواطنين والحكومه. هذا بسبب إدارة الدولة التي بنيت على الخطأ والمجاملات منذ فترة طويلة. من مدينة الحلة، علي أس، قناة وطن الفضائية.